أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأسك السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين سقنا في المحاضرات السابقه من سلسلتنا التي هي بعنوان تحرير الانسان الشيعي سقنا اربعه عشر مثالا من واقع السيره والتاريخ تثبت ان المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين كانوا حينما تسنح الفرصة ينالون من الشخصيات والرموز الدينية المقدسة لدى الغير، وكان هذا النيل منهم يقع علنا جهرا رغم الظروف الحرجة والخطيره التي كانوا يعيشونها والهدف من وراء هذا النيل معلوم وهو كسر القيود التي فرضتها الطوائف المنحرفه على نقد رجالاتها فان هذه القيود اذا كسرت امكن القضاء على الانحراف الذي تشخص بهذه الشخصيات وترمز بهذه الرموز اما اذا ابقينا هذه الشخصيات والرموز محفوظه من المس أبقيناها مصانة من النيل، فلن يكون بإمكاننا أبدا القضاء على الانحراف الذي جاءت به هذه الشخصيات، إذ إنه لا يمكن التفكيك بين إسقاط الانحراف وإسقاط الرمز المنحرف. لا يمكن ان نفكك بين هذين الامرين. كما انه لا يمكن للانحراف ان يتبدد اذا ما بقي الرمز المنحرف مصانا ومحترما. هذه مساله واضحه. نحن هنا لا نتحدث عن شخص اخطا في اجتهاده مثلا. أو أخطأ في نظرية ما كان دافعه إلى طرحها حسن النية. نحن لا نتحدث عن شخص مخطئ في اجتهاده في نظريته حتى يقال أنه يمكن حفظ شخصيته وإبقاؤها محترمة مع تخطئته أو تخطئة منهجه. نحن نتحدث هنا عن شخص جاء بانحراف جاء بكفر جاء بضلاله جاء بنصب جاء بما يهدم الحق جاء بما يكون نسخه دينيه بديله عن الدين الحق هذا الشخص الثاني يختلف عن ذلك الشخص الاول. هذا الثاني يتشخص به الباطل. يتشخص به الباطل ويتعاظم بتعاظمه. فلا يمكن إبقاء هذا الشخص محترما والاقتصار على تخطئته، لأن ذلك لا ينفع في القضاء على ما جاء به ما جاء به ان لم يسقط هذا الشخص سيظل ما جاء به موجودا لا اقل في دائره الاعتبار فتقول العامه انه يمكن ان تكون تخطئتنا له خاطئه اصلا الرجل صالح وجليل القدر وما دام كذلك فما جاء به له شأن من الشأن وما يدرينا أن الحق ليس معه لا التخطئة هنا لا تنفع لا بد من إسقاط اعتبار هذه الشخصية التي تشخص بها الباطل والا لن يسقط هذا الباطل نفسه عن الاعتبار هذه قضيه واضحه رسمها القران الحكيم ورسمتها السنه المطهره كما مر علينا عرفنا ان الله تعالى والمعصومين صلوات الله عليهم لم يكتفوا باسقاط المناهج المنحرفه وانما كان حرصهم واضحا على اسقاط رموز هذه المناهج ايضا على اسقاط الشخصيات التي تعتبر مؤسسه لهذه المناهج المنحرفه على اسقاط هذه الشخصيات والرموز التي هذه المناهج المنحرفه تعتمد عليها في دائرة الاعتبار. تعتمد على بقائها مبجلة، معظمة، محترمة. اذا لا مناص من السير في طريق النيل من الشخصيات المضلة المبطلة وان كانت هذه الشخصيات ذات تقديس واحترام عند بعض الطوائف الاخرى وقد تك... تاكد لنا ان هذا العمل من صميم منهج الانبياء والاوصياء صلوات الله عليهم لانه بما سقناه من شواهد وامثله وبما طرحناه من الآيات والروايات، وما بين ذلك من كلام واستدلالات، من هذا المجموع كله نطمئن، أو يطمئن المؤمن، إلى أن النيل من الرموز المقدسة الزائفة، أو الشخصيات المؤسسة للانحراف، هذا النيل هو عمل شرعي مطلوب وراجح لماذا لانه لا يتم القضاء على الضلاله والانحراف الا بذلك طيب بعدما تاكد لنا هذا الامر نعود الان للاجابه على شبهه غير ذوي الفطنه التي حكيناها في احدى الحلقات الماضيه من هذا المبحث تلك الشبهه التي تعتمد على قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم ماذا يقول هؤلاء يقولون إن هذه الآية توجب علينا أن نكف ألسنتنا عن مقدسات الآخرين حتى يحترموا مقدساتنا وعليه لا يجوز مثلا النيل من ابي بكر او عمر او عائشه او من اشبه وان كانوا عندنا من ائمه الكفر واعلام الضلاله فما داموا عند اهل الخلاف من ائمه الدين واعلام الهدايه فلا بد لنا من احترامهم وتجنب النيل منه وترى هؤلاء المشتبهين يستشهدون ببعض الروايات الشريفه في تفسير هذه الايه والتفريع عليها من قبيل ان سب اولياء الله كسب الله فبالتالي تشمل الحرمه ما لو سب احد اعداء الله فيحمل ذلك العدو او مناصر العدو مناصره يحملهما على ان يسب اولياء الله فيكون الامر محرما. ومن اظلم عند الله ممن استسب لله ولاوليائه كما قال الصادق عليه السلام. هكذا يروج هؤلاء المشتبهون لشبهتهم التي هي ناشئه من جهل وقلة فهم اما الجاهل فلانهم يجهلون عشرات الاحاديث والروايات التي عرضنا بعضها عليكم في الحلقات الماضيه والتي اثبتت نيل الانبياء والاوصياء عليهم السلام من اعداء الله باحد الالفاظ مع كون هؤلاء رموزا كبيره عند بعض الطوائف هؤلاء المشتبهون المعترضون لم يقراوا هذه الاحاديث والروايات لم يعرفوها ولذلك راينا كثيرا منهم يتفاجا حين نعرض عليه هذه الاحاديث والروايات ويتفاجا واكثر حين يعلم ان هذه الاحاديث والروايات معتبره هذا هو الجهل الذي جعلهم يقعون في هذه الشبهه في هذه الشبهه ويوقعون الناس فيها هذا هو الجهل واما قلة الفهم او لنقل قلة الفقه فلانهم ما فهموا الايه الكريمه جيدا ولا فقهوا ما في الاحاديث المرتبطه بها ايضا فاسسوا قولهم بحرمه النيل من رموز الاخرين مطلقا على ماذا؟ على قاعدة الجهل وقلة الفهم أو قلة الفقه ولهذا سبق منا القول أننا نشفق عليه نشفق عليه إلا أننا من واقع المسؤولية لا نعذرهم إذ قصروا في التعلم والتفقه مع تصديهم لتوجيه الناس هم بذلك سببوا تاخر الامه الى الوراء قرونا وقرونا وهذا طبيعي لان الامه التي يقودها اناس غير فطنين غير متعلمين غير متفقهين لا بد لهذه الامه من ان تتراجع ولا تتقدم أول ما يرد على هؤلاء أو يرد شبهتهم أنا لو أخذنا بهذه الشبهة على إطلاقها لو أخذنا بقولهم على إطلاقه بحرمة النيل مطلقا لوجب حينئذ كما ذكرنا سابقا تخطئة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لأن ما أثبته القرآن الحكيم وما أثبتته السنة الشريفة من مواقف الأنبياء والأوصياء وأعمالهم وأقوالهم هذا كله يصادم القول بحرمة النيل من رموز الآخرين مطلقا إذن لا بد لنا من ان نتخلى عن هذا الاطلاق فلا نقول بانه يحرم النيل من رموز الاخرين مطلقا بل لا بد من التقييد لا بد ان نقيد وهذه اول نقطه ترد على هؤلاء مشكلتنا معهم هي في اطلاقاتهم وتعميماتهم. لماذا يتحدثون بهذه اللغه الاطلاقيه ويفسدون افكار الناس. لا يمكن لاحد ان يفتي بانه يحرم مطلقا النيل من رموز الاخرين. لا يمكن. نعم له ان يفتي بالحرمه مع التقييد. أين نجد القيود؟ نجدها في نفس الآية الكريمة وفي نفس الأحاديث الشريفة ولكن وأسفاه على من لا يتعلم وأسفاه على من لا يتعلم وإن ارتدى جبة العلم ماذا تقول الآية إنها تقول ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم هنا نجد أن حرمة السب أو النيل معلقه على افضائها لارتداده على الله تعالى. كان الله تعالى يقول: يحرم عليكم ان تسبوا الاصنام ما دام ذلك يفضي الى سب الله. فهذا قيد اول. اما القيد الثاني فقوله تعالى: عدوا. ما العدو؟ العدو هنا بمعنى ان الكافر او المخالف يعدو اي يتجاوز عن حاله سابقه هي سكوته عن الله واوليائه فيكون سب المؤمن لمن يعتقد به هذا الكافر او المخالف موجبا لعدوه أي تجاوزه عن تلك الحالة السابقة إلى حالة جديدة أو حالة طارئة يهتك بها حرمة الله وحرمة أوليائه عليهم السلام. هذا قيد ثانٍ. أما القيد الثالث فقوله تعالى: بغير علم. اي ان هذا الكافر او المخالف يكون جاهلا غير عالم يعدو بغير علم اي بالجهل لانه جاهل يعدو او يعتدي والجاهل هنا ليس هو الجاحد او المعاند وانما هو ذاك المخدوع المستضعف الذي تربى على شيء يظنه حقا وليس بحق هذا قيد ثالث اذن في الايه الكريمه نفسها نجد ثلاثه قيود لحرمه السب او النيل من أنداد الله أو أعدائه على ما نزلته الأحاديث الشريفة التفسيرية وعليه يمكن لنا أن نخرج فروضا لا يحرم فيها السب أو النيل يمكن لنا ذلك أن نخرج فروضا لا يحرم فيها السب لأنداد الله أو أعدائه فبأي وجه قيل بالإطلاق بإطلاق الحرمة الفرض الأول ألا يكون النيل مفضيا لارتداده على الله تعالى أو, أو, أو أوليائه عليهم السلام لو افترضنا النمر أن يقدح يقدح في الطاغيه عمر بن الخطاب مثلا وهو عالم بان المخالف لا يرد بالقدح في امير المؤمنين عليه السلام لماذا لكون هذا المخالف معتقدا بامير المؤمنين كخليفه الرابع او ان هذا المخالف لا يرد بالقدح في احد من الائمه عليهم السلام لكونه لا اقل يعتقد فيهم الجلاله فاذا هنا لا حرمه للنيل في هذا الفرض هذا الفرض الاول الفرض الثاني الا يكون النيل موجبا لتجاوز المخالف عن حاله سابقه فلو افترضنا أن المخالف كان قد عدا أولا قبل أن ننال منه أو ممن يعتقد أي كانت حالته السابقة هي هتك حرمة الله وأوليائه إذا يكون النيل هنا ممن يعتقد بهم المخالف لا يكون استفزازا له لا يكون استفزازا له لأن يعدو. لأنه يفعل هذا الأمر وهو هتك حرمة الله أو أوليائه يفعله سواء نلنا ممن يعتقد بهم أم لم نفعل. نيلنا لا يجعله يبدأ بالنيل، لا يجعله يعدو بادئا مبتدئا. نيلنا لا يجعله يبدأ بالنيل لأنه بادئ بهذا النيل أصلا فإذا لا حرمة لليلنا في هذا الفرض أيضا هذا هذا الفرض الثاني الفرض الثالث أن يكون النيل المرتد هذا النيل المرتد من المخالف او الكافر انما يكون من ذاك الجاحد المعاند للجاهل اي انه هذا الراد بنيله راد النيل مع علمه بحرمه الله تعالى وحرمه اوليائه عليهم السلام إلا أنه ينال إذا نلنا مع علمه ينال وبعبارة أخرى إن نيلنا منه أو ممن يعتقد به يجعله يعدو بعلم لا بغير علم فهذا امرئ غير قابل للهدايه، جاحد، معاند، عدو. النيل منه او ممن يعتقد به لا يشكل حائلا لهدايته، وان ادى الى ان يقابلنا النيل، لانه عالم بالاثم الذي يفعله. فلا حرمه لنيلنا في هذا الفرض ايضا فعلى هذا شاهد في سيره امير المؤمنين صلوات الله عليه نجد شاهدا على هذا لان امير المؤمنين عليه السلام هو الذي بدا بلعن معاويه واصحابه فقابله هؤلاء باللعن. أمير المؤمنين كان البادئ، وتلك حقيقة لا يعرفها معظم الناس بل معظم الخطباء. الخطباء على منابرهم يهاجمون معاوية ويهاجمون بني أمية، لماذا؟ لانهم سنوا للناس لعن امير المؤمنين واهل البيت عليهم السلام. الا ان الخطباء لا يعلمون ان الذي دفع معاويه وبني اميه الى هذا هو امير المؤمنين عليه السلام نفسه. لولا أن أمير المؤمنين بدأ بلعن معاوية وأصحابه لما رد معاوية وأصحابه عليه اللعن وطال ذلك ثمانين عاما روى الطبري والبلاذري في ضمن ما جرى بعد قضية التحكيم قال وانصرف اهل الشام الى معاويه فسلموا عليه بالخلافه وبايعوه ورجع ابن عباس وشريح ابن هانئ الى علي بالخبر فكان علي اذا صلى الغداه اي الفجر قنته من القنوت فقال اللهم لعن معاوية وعمرا وأبا الأعور وحبيب بن مسلم وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد والضحاك بن قيس والوليد بن عقبة فبلغ ذلك معاوية فكان يلعن عليا والحسن والحسين والاشتر وقيس بن سعد وابن عباس وعبد الله بن جعفر. روايه اخرى لنصر بن مزاحم يقول: كان علي بعد الحكومه اذا صلى الغداة والمغرب وفرغ من الصلاة وسلم قال: اللهم لعن معاويه وعمرا وابا موسى وحبيب بن مسلمه وعبد الرحمن بن خالد والضحاك بن قيس والوليد بن عقبه فبلغ ذلك معاويه فكان اذا صلى لعن عليا وحسنا وحسينا وابن عباس وقيس بن سعد بن عباده والاشتر وبطبيعه الحال انقسمت الامه اثر ذلك الى قسمين يلعن كل واحد منهما رموز الاخر الشيعه من اهل الكوفه اقتدوا بامامهم علي عليه السلام فكانوا يقنتون بلعن معاويه واصحابه والمخالفون من اهل الشام اقتدوا بامامهم معاويه لعنه الله فكانوا ايضا يقنتون ولكن بلعن علي واهل البيت عليهم السلام ولعن اصحابه. يقول الشافعي امام المذهب في كتابه المعروف كتاب الام يقول إن علياً رضي الله عنه قنت في حرب يدعو على معاوية فأخذ أهل الكوفة عنه ذلك. أهل الكوفة من الشيعة. وقنت معاوية بالشام يدعو على علي رضي الله عنه فأخذ أهل الشام عنه ذلك. أهل الشام كانوا من النواصب. من المخالفين. أيضا يقول ابن حجر العسقلاني في كتابه "الدراية": "أهل الكوفة إنما أخذوا القنوت عن علي قنت يدعو على معاوية حين حاربه، وأهل الشام أخذوا القنوت عن معاوية قنت يدعو على علي. إذا إن أمير المؤمنين عليه السلام هو السبب لولا أنه بدأ بلعن معاوية وأصحابه لما رد عليه هؤلاء اللعن ولما سنوه في الأمة إلى أن طالت مدته ثمانين عاما ولما انقسمت الأمة الى قسمين يلعن كل منهما رموز الآخر مع ما ينشره هذا من اجواء الشحناء والبغضاء ومع ما يخلفه من اوغار في الصدور ولكن كان علي هو السبب هو البادئ باللعن فهل يتجرا احد من هؤلاء الخطباء المساكين هل يتجرع على تخطئة أمير المؤمنين عليه السلام لأنه كان البادئ بالله هل يجرؤون على توجيه النقد لأمير المؤمنين عليه السلام قائلين إنك يا أمير المؤمنين تناقض نفسك أولست الذي نهيت حجر بن عدي وعمر بن الحمق ألم تنههما من لعن وشتم أهل الشام أولست أنت القائل لهما كرهت لكم أن تكونوا لعّانين شتّامين تشتمون وتتبرؤون ولكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم أعمالهم وذكرتم حالهم فقلتم من سيرتهم كذا وكذا ومن عملهم كذا وكذا كان اصوب في القول وابلغ في العذر وقلتم مكان لعنكم اياهم وبراءتكم منهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم واصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق منهم من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به كان هذا احب الي وخيرا لكم. انت يا امير المؤمنين صلوات الله عليك تنهى هنا عن لعن وشتم اهل الشام. فكيف تنهى عن شيء انت واقع فيه؟ انت تلعنهم في قنوت صلاتك وانت تؤم الناس والناس يقتدون بك. هكذا يمكن للجاهل ان يعترض على امير المؤمنين عليه السلام العالم لا يعترض لماذا لانه عالم وليس جاهلا مشكلتنا ايها الاخوه هي ان كثيرين يصعدون المنابر اليوم ولم يتعلموا جيدا بعد لذلك تراهم يطلقون اقوالا أقوال من قبيل حرمة النيل مطلقا ويستدلون بكلام أمير المؤمنين عليه السلام لما يقول كرهت لكم أن تكونوا سبابين ثم يشنعون على معاوية وأصحابه بأنهم سن اللعن والسب لأهل البيت عليهم السلام ويقولون للناس هذا هو الفرق بين منهج أهل البيت ومنهج بني أمية منهج اهل البيت هو الموعظه الحسنه اما منهج معاويه فهو اللعن والشتم ثم ترى هؤلاء الخطباء وهم ينطقون بهذا المنطق يؤسسون على ذلك ادانه لمن هم مثلنا ممن ينتهجون منهج اظهار البراءه يقول هؤلاء الخطباء عن اولئك يقولون هؤلاء بعيدون عن اخلاق اهل البيت ومدرسته. واقعا كنت حين احضر بعضا من مجالس هؤلاء الخطباء غفر الله لهم كنت حين احضر واسمع منطقهم هذا احبس في نفسي ضحكه لا اريد ان تظهر ثم تنقلب هذه الضحكه الى حسره والم على هذا الواقع واقع التقصير في اكتساب العلوم والمعارف واقع السذاجه وقله الفطنه لست ادري لماذا لا يبذل هؤلاء جهدهم في اكتساب العلوم والمعارف اقلا ليعرفوا كيف يتحدثون وكيف يوجهون الامه ليعلموا مثلا ان كلامهم هذا غير دقيق بل هو كلام غير صحيح لا شك أن منهج أهل البيت عليهم السلام هو منهج الموعظة الحسنة، ولكن من الجهة الأخرى منهج أهل البيت عليهم السلام أيضا هو منهج النيل من أعداء الله تعالى. النيل منهم بما يجعلهم مطرودين عن دائرة الاعتبار في أعين الناس. النيل منهم بما يجعل الناس تحترس من الاقتراب من هذه الشخصيات المنحرفه ومن مناهجهم الوضعيه المنحرفه كما ان ذاك منهج اهل البيت هذا ايضا منهجه لو تعلم هؤلاء وتفقهوا لعرفوا كيف يزيلون هذا الالتباس الذي قد يصيب احدهم حين يتصور ان ها هنا تناقضا بين ما دعا اليه امير المؤمنين عليه السلام وبين ما كان يفعله في حين انه ينهى اصحابه عن اللعن والسب هو بنفسه يلعن ويسب حتى في الصلاه ويقتدي به اصحابه ايضا فيتوهمون انه ها هنا تناقض بين القول والفعل او تضاد لا تناقض ولا تضاد هنا. كما بينا اولا ان النيل من اعداء الله تعالى حتى اذا كان يرتد على اولياء الله تعالى فلا حرمة فيه. لا حرمة فيه اذا كان من ينال منه سيعدو بعلم اي انه عدو معاند. أو رمز ضلالة عالم بالحق لكن يجحده معاوية وأصحابه كانوا من أي صنف؟ كانوا من هذا الصنف لذا فمع علم أمير المؤمنين عليه السلام بأن ابتداءه بلعنهم سيحملهم على تأسيس اللعن له ولأهل بيته وأصحابه وسيستمر ذلك ثمانين عاماً تقريباً مع علمه بذلك أظهر لعنهم في قنوت صلاته وفي خطبه وفي مواقفه المختلفة لا يختلف اثنان على أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لعن معاوية وعمر بن العاص وأضرابهما ونال منهما أشد النيل لماذا؟ لأن هؤلاء جاحدون لن يكون الكف عن لعنهم سببا لهدايتهم كما أن لعنهم لن يكون منفرا لهم عن الحق لماذا؟ لأنهم قد أبوا الحق أبوه تأصل هذا الإباء فيهم للحق هذا الرفض منهم للحق تأصل في نفوسهم المريضة المنافقة فإذا لا تحتمل هدايتهم مطلقا هؤلاء فليلعنوا فليلعنوا وإن ردوا اللعنة الى اولياء الله تعالى فليلعنوا لانه لا يمكن تاسيس موقف شرعي واضح يفيد الامه بان هؤلاء على كفر وضلاله ويدفع الامه الى البراءه منهم ويقيها الانخداع بمنهجهم لا يمكن تحقيق كل هذا على اتم وجه واكمله واثبته لا يمكن تحقيقه بغير اظهار اللعن له. اللعن هو بمثابه اعلان رسمي من حجه الله وسفيره على الارض بطرد المعل... بطرد الملعون عن عالم الحق. يطرد. فلا يغتر احد بان هذا الملعون هذه الشخصيه على حق بل الجميع يحكم بانه على باطل لماذا لصدور اللعنه القاطعه من الحجه المعصوم لهذه الشخصيه وهذا وإن ترتب عليه أن يقوم هذا الملعون بالعدو بالعدو مع العلم، عدوا بغير علم، فيلعن أو يسب أولياء الله تعالى، وإن ترتب ذلك إلا أن هذا اللعن مطلوب، لماذا؟ لأن المصلحة المترتبة على تثبيت الموقف الشرعي الصريح من المعصوم تجاه الملعون فيسلم دين الناس هذه المصلحة أعظم وأولى من المفسدة المترتبة على قيام الملعون برد اللعن والسب وهذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم هذا الواقع الذي بأيدينا دليل على صدق هذا الذي نقول معاوية وحزبه لعنهم الله رغم كل ما بذلوه لتشويه صورة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. حينما حملوا الأمة على لعنه حتى شب على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير. رغم كل هذا ها هو ذا علي عليه السلام. لم يزدد الا مجدا وتالقا وعظمه حتى استقر اجلاله في قلوب الامه بينما ها هو ذا معاويه لعنه الله لم يزدد الا خسه ودناءه وشطر عظيم من هذه الامه يلعنه مضيا على سيره امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اذن هذا الواقع الذي نعيشه دليل على ان المصلحه من اللعن لذلك الملعون مع العلم بانه يعدو ويرد اللعن هذه المصلحة اعظم من تلك المفسدة التي تترتب على ارتداد اللعن من الملعون على اولياء الله. هذا الواقع يثبت ذلك. السنة العلوية بقت في لعن معاوية وأصحابه إلى الآن شطر من الأمة يلعنون معاوية وأصحابه أما السنة الأموية اندثرت راحت ولت لا أحد الآن يلعن عليا وأهل البيت صلوات الله عليه إذا مع من تكون الموعظة الحسنة؟ تكون مع ذاك الذي نراه مخدوعا مضللا جاهلا نحتمل فيه أن يهتدي إلى الحق هذا يخاطب بأدب ولا يستفز باللعن أو الشتم لنفسه أبدا هذا هو ما كرهه أمير المؤمنين صلوات الله عليه هذا هو ما نهى عنه حجر بن عدي وعمر بن الحمق رضوان الله عليهما بأنهما كانا يلعنان ويسبان أهل الشام أولئك الذين خدعهم معاوية وهذا الأمر واضح من نفس النص الشريف من نفس النص الشريف ولكن وأسفاه على من لا يتأمل بماذا علل أمير المؤمنين عليه السلام كراهيته للعن والسب علله بقوله حتى حتى يعرف الحق منهم من جهله. من جهله فهل كان معاوية ممن جهل الحق؟ أم كان ممن يعرف الحق لكنه يجحده؟ الجواب واضح. الجواب واضح ومنه يتضح أن هؤلاء الذين كره أمير المؤمنين عليه السلام لعنهم وشتمهم كانوا جهلة. أتباع معاوية لا معاوية وحزبه. لا معاوية وأصحابه ممن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لا ينبغي لعن الجهلة والمخدوعين ولكن يوقفون على ضلالهم يبصرون بذلك يبصرون دون استفزاز بلعنهم او شتمهم حتى لا يكون ذلك منفرا لهم عن قبول الحق اما معاويه وامثاله فيلعنون ويشتمون وينال منهم لان ذلك لن ينفرهم عن الحق ولن يمنع تحقق هدايتهم الممتنعه اصلا هم من الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون هذا الكلام كله كان في الفرض الثالث الخارجي من حرمة سب الذين يدعون من دون الله أو الذين يوالون من دون أولياء الله. بقي هنا أن نشير إلى أمور في رد أصل الشبه. الأمر الأول. أنه حتى لو افترضنا أن النيل من أعداء الله سيكون مشتملا في آثاره على القيود الثلاثة من إفضائه إلى ارتداد السب، وكونه مخرجا للمخالف من حالة سابقة، وكون هذا المخالف جاهلا مع هذا مع هذه القيود الثلاث يمكن أن يكون هذا النيل محرما إذا انطوت عليه مصلحة راجحة تسقط الحرمة إذا انطوت عليه مصلحة راجحة تسقط الحرمة ها هنا سقوط الأحكام الأولية وذلك كان يتوقف على هذا النيل تنبيه الغافل او ارشاد الجاهل كما فعله ابراهيم عليه السلام حين كسر الاصنام وكما فعله خاتم الانبياء صلى الله عليه واله حين نال من الهه المشركين مما فصلناه في المحاضرات السابقه أو أن يتوقف على هذا النيل محاججة الخصم أو إلزامه، فإنه ها هنا أيضا لا يحرم النيل أيضا، كما تشهد به سيرة المتشرعة سيرتهم في الاحتجاجات والمناظرات، ودونك كتاب الاحتجاج للطبرسي مثالا، ثم دونك سائر كتب علمائنا الأقدمين. ومصنفاتهم الكلام. او انه يتوقف على هذا النيل تحصين المجتمع الاسلامي من الاغترار بالشخصيات المنحرفه. وهذا مقتضى الحديث الشريف الذي اشرنا اليه سابقا عن النبي صلى الله عليه واله وفيه قوله اكثروا من سبهم، لماذا؟ كي يحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم. هنا ايضا يجوز النيل بهذا العنوان. او انه يتوقف على هذا النيل حفظ التراث الاسلامي بما فيه من احاديث شريفه واخبار واحتجاجات واشعار وما الى ذلك. مما يشكل رافدا اساسيا لحفظ الحق وفرزه عن الباطل. وهذا هو ما يفسر اصرار علمائنا الاقدمين على تدوين ونشر احاديث المثالب وروايات المطاعن واشعار الهجاء ونحو ذلك اصرارهم على تثبيت كل هذا وتدوينه في جوامعهم الحديثيه ومصنفاتهم رغم ما كانوا يعيشون ذاك من ظروف جائره عرضت بعضهم لان يسفك دمه ويقتل شهيدا لاجل ذلك ولعلنا نفصل في هذا ونعرض نماذج منه في محاضرات اللاحقة من هذه السلسله ان شاء الله تعالى. الحاصل ان حرمه السب او النيل الماخوذه من هذه الايه الشريفه تجري مجرى الاحكام الاوليه التي قد يطرا على موضوعها عنوان ثانوي يرفع عنها الحرمه ويؤول الامر حينئذ الى الاباحه او الاستحباب او حتى الوجوب. كحرمة الغيبة مثلا رغم ان حرمة الغيبة ايضا ماخوذة من الكتاب العزيز كما في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه رغم ان الغيبة من الكبائر المؤكدة الا انها بالنتيجة حكم اولي قد يطرأ على موضوعه عنوان ثانوي اخر فتصير فتصير الغيبة واجبة اصلا كما ذكره بعض الفقهاء من انه اذا توقف على الغيبة ابطال المقالات الباطلة الصادرة من قائل مؤمن فان الغيبة حينذاك تجوز بل تجب وان ادى ذلك الى تنقيص القائل او القدح فيه بقله التدبر او ضعف الفهم ونحو ذلك هذا الامر الاول من التنبيهات الامر الثاني انه لا يبعد ان تكون الايه الكريمه التي تمنع من سب الذين يدعون من دون الله وكذا الروايات الشريفة التي تمنع من سب أعداء الله حيث يسمع المخالف لا يمتنع أو ليس بعيدا أن هذه كل كلها صادرة بلحاظ القضية الخارجية للحقيقية أي أن الحرمة كانت حرمة ظرفية لتجنب مفسدة يمكن ان تقع في تلك الازمنة حينما كانت الغلبة للمشركين كما في وقت نزول الاية او حينما كانت الغلبة للمخالفين كما في وقت صدور الروايات وعليه فمع تبدد تلك الغلبه في الواقع الخارجي فلا حرمه. ولذا نال المسلمون من الهه المشركين دون نكير عليهم من النبي صلى الله عليه واله بعدما هاجر المسلمون من مكه ولم تعد للمشركين عليهم غلبه وان بقيت دولتهم في مكه وما جاوره هذا الامر الثاني. الامر الثالث أنه على التخلي عن القول بالقيود والقول بالحكم الأولي والقول بالقضية الخارجية على التخلي عن كل ذلك يمكن أن يقال أيضا أن مطلق اللعن والثلب والنيل ليس سبا بالخصوص حتى يدخل في منطوق تحريم الآية يمكن ان يسار بالنحو الذي سار فيه رسول الله صلى الله عليه واله من النكير على الهه المشركين والنكير على عبادتهم اياها رغم نزول الايه انه صلى الله عليه واله لم يسب بعد نزول هذه الآية ولكنه سار في إبطال هذه الآلهة هذه الأصنام بضرب من التوهين لا أقل من بيان أن هذه الأصنام من المنكر والباطل فليكن عمل العاملين من المؤمنين اليوم على هذا النحو مثلا حينما يتصدون للدعوة والتبليغ كان يكثفوا جهودهم في بيان أن موالاة أبي بكر وعمر وعائشة هو من المنكر والباطل هذا ليس من السب والشتم في شيء ما زال للكلام في هذه النقطة بقية نرجعها إن شاء الله تعالى إلى المحاضرة المقبلة وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين